نسعد مع حضراتكم بالاستماع لكلمة من السيد لي يونغ مينغ نائب رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية سيسك. دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، معالي وزير كان مرافق الدكتور عاصم جزار، سيادة مستشار تشاو ليوتشين، جميع شركاء التعاون الأعزاء، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 在这里，我仅代表中国建筑、欢迎诸位的莅临。我们很荣幸，也很自豪，与诸位贵宾共同见证一个如此重要的里程碑仪式——新城新行政首都CBD项目办公楼验收启动。这也是对2016年1月习近平主席与塞西总统共同见证本项目的 最好回报。 أرحب بكم جميعا نيابة عن الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية شركة CSCEC. يشرفنا أن نشهد مثل هذه اللحظة التاريخية مع جميع الضيوف الكرام، ألا وهو انطلاق أعمال تسليم مبدئي لأبراج إدارية بمشروع منطقة أعمال المركزية CBD، والذي يعد من أفضل الأخبار التي تتطلع إليها جميع الأطراف المتعاونة منذ شهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس شي جين بين على توقيع عقد المشروع في يناير 2016. CBD 项目自2018年5月开工以来，中国建筑始终高度重视项目履约，全力推进项目建设。5年多来，在埃及住房部和中国驻埃及大使馆的帮助和指导下， 在合作伙伴的全力支持下，全体员工戮力同心，推动项目正朝着国际一流精品工程的目标不断迈进。相信在我们共同携手努力下，项目一定能够建设成为中埃合作的典范、友谊的象征。 لطالما أولت الشركة سيسك أهمية كبرى لأداء مشروع منطقة أعمال المركزية CBD منذ بدء تنفيذه في شهر مايو 2018، وبذلت كل جهود لدفع عجلة بناء المشروع بكل قوة لأكثر من 5 سنوات، وبمساعدة وتوجيهات وزارة الأسكان والمرافق المصرية والسفارة الصينية بمصر، وبالدعم قوي من شركائنا، عمل جميع الموظفين معا بالتفاني لدفع مشروع نحو هدفي في أن يكون تحفة فنية عالمية من الدرجة الأولى. نؤمن بأنه من خلال جهودنا المشتركة سيصبح المشروع بالتأكيد نموذجاً ورمزاً جديداً للتعاون الودي بين مصر والصين. 未来，中国建筑将继续并支持埃及经济的发展，服务中埃全面 战略合作伙伴关系的建设. في المستقبل ستواصل شركة CSCEC المشاركة في الدعم تنمية اقتصاد مصر والمساهمة في بناء علاقات استراتيجية شاملة بين مصر والصين. 最后，祝埃及和埃及人民的未来更加美好，祝中埃友谊更加牢固。谢谢大家. وأخيرا من كل قلبي أتمنى لمصر غدا أفضل، وأتمنى أن تستمر الصداقة العظيمة بين بلدين في النمو يوما بعد يوم. شكرا جزيلا لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.